المعيار هيكون فيه عوار. الاهم بقى انت لو حسبت اصلا الافرق الاسيويه دي وقت المعايير، الزمالك كان واخد بطوله والاهلي واخد بطوله، ولو حسبت حتى بعد فوز الزمالك ببطولتين والاهلي بطوله، برضو الاهلي بطل او نادي القرن الافريقي. اعتقد وضحنا كل المعايير يا فارس، ووضحنا فكره التشكيك. احنا ما بناخدش نادي القرن، لان احنا لو اتكلمنا عن نادي القرن ممكن نقعد ساعات. طبعا، واحنا قلنا احنا هنوضح معايير كافيه تخلي اي حد يخجل ان هو يتحدث في فكره نادي القرن فيما بعد. طبعا عندنا صوره لو نقدر نستعرضها الخاصه بوثيقه نشرت في مجله الكاف. يا جماعه عايزين نقول ان دي المكتوب نصا ان هذه هي المجله الرسميه اللي بتمثل الكاف واخبار الكاف. الصوره دي في 98 واحنا بنفجر وثيقه او مفاجاه. في 98 بنتكلم ان بيتكلموا في الانديه وترتيبها. النادي الاهلي كان في المركز الاول وكتوكو في الثاني، الزمالك هنا في المركز الرابع. بعد كانون يا ويندي. بعد كانون يا ويندي. المفاجاه ان بطولات السوبر الافريقي لم تكن في النشره الخاصه بالكاف، يعني البطولتين بتوع السوبر الافريقي اللي الزمالك اخذهم ودخلوا في احتساب النقاط بتاعته يا احمد في اختيار نادي القرن، الاثنين ما كانوش موجودين في الوقت ده. فاحنا بنتكلم في ان بطولتين انت خدت منهم نقطتين ما كانوش موجودين في نشره الكاف وقتها. اعتقد يا فارس الامور واضحه تماما، واحنا ان عدتم عدنا نادي القرن هتتكلموا فيه، عندنا من الحجج ما يكفي. واعتقد دي كانت يا فارس وصلنا نهايه حلقتنا وسهرنا الناس النهارده بسبب ظروف المباراه، لكن طبعا